السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة تيكنوسات بوان تي في، قناة توافيكم بالترددات الجديدة وفيما يخص الدونجل والشيرينج والاي بي تي في والمعلومات حول السات بالنسبة لبعض الزبائن او اللي يعرف او اللي معك كي اللي يعرفوا كي اللي ما يعرفوش. بالنسبة للدنجل يقول لي واش هو الدنجل ولا واش هو الشيرينج. بالنسبة للدنجل او القمر كما نقولوا احنا ديكودر، دنجل لازم لك ديمو اللي يخدم بالدنجل. كاين ديمويات يخدموا بالواي فاي وكاين ديمويات يخدموا بالدنجل، يعني التينر ان، يعني لما تدير سويتشر تينر ان يجيب لك استرا ولا راك داير نيلسات ولا راك داير هوتباك ولا اي قمر. تينر دو انك دير فريكونس تاع القمر يجي فيكسي، يحتاج صحن، يعني كما نقول احنا ندير لها قصعه واحده فيكسي. اقمار دونجل اكسبريكس 14 يعني الهيسباسات، وكاين الفانتيا دي فوا يعمل دي فوا ما يعملش، وكاين حتى اليهاصات في بعض الاجهزه الجديده يهاصات 52 شرق. المهم الاقرب هو اكسبريكس 14. الدنجل واش تحتاج الى تقريبا الى عندك النيلسات في الدار، عندك النيلسات وتحتاج الاسترا ولا هوت بيرد. يعني عامه الشعب هنايا عندنا احنا هنا ولا في المغرب العربي يديروا استرا ويديروا كاين اللي يدير هوت بيرد وكاين اللي يدير قمر واحد اخر وتسات ساز ولا الهيسباسات او ميم طون. هو دنجل او ميم طون الهيسباسات معلومه، او ميم طون هو دنجل تقدر دير دو سورتي. بالنسبة للسباسات صورتي تروح للديمو على أساس ديكودر، صورتي تروح للأخرى تروح في سويتشر على أساس كقمر فيه القنوات الرياضية والأفلام والأشرطة. بالنسبة للدونجل يعني قصعة واحدة، ركز معايا، قصعة واحدة وخيط وحده سبيسيال مو الخيط ما يروحش السويتشر، يروح ديريكت مول ديمو في التينر دو تاع تريجل في التينر دو قصعه وحده ويليق لك الاسترا ويليق لك النيلسات. كاين اللي داير استرا وكاين اللي داير غير نيلسات وحده، هذا هو الدونجل. يعني تجي ما يتمشى لا بالانترنت، ما تحتاج للانترنت في الدنجل، ما تحتاج بالانترنت. اما شيرينغ ولا الويفي تحتاج للانترنت، اما الدنجل ما تحتاج للانترنت. ميم كي تروح عند ترفد الجهاز وتروح عند نقاط البيع او اللي باش يقوم لك بالتجديد الجهاز يقول لك تخلص انترنت ولا كيما نقولوا حنا قصعه، انت تقول له انترنت ولا قصعه. الا كانت عندك انترنت في الدار ادي اس ال ولا عندك مودم سبيسيال ولا عندك تخلص الانترنت، والا ما عندكش كيما نقولوا ما تحتاجش الانترنت بزاف ولا ما تعرفش ما تخدمش بيها ولا أدير الديكودر. هذا هو درسنا اليوم للتوضيح. يعني قلت كاين زبائن يعرفوا كاين زبائن ما يعرفوش، كاين اللي راه باغي يشري كاين اللي توضيح. الدنجل ديكودر لازم لها قصعة واحدة، لازم لها قصعة واحدة، خاطي الأسرة وخاطي النيلسات، ودير أسرة تاعك ودير نيلسات ودير سويتشر موزع ويهود خيط واحد للألامبي. هذا هو درسنا اليوم إخواني، أرجو منكم الدعم والاشتراك معنا في القناة لكي يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.